عليه الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الحلقة السابعة إن شاء الله. اليوم راح نحكوا على النتورك ديفايس، راح نشوفوا النتورك ديفايس اللي راح نسحقوهم. مي احنا كما قلنا رانا تفهمنا في الفورماسيون تاعنا انه راح نحكوا برك اللي راح نخدموا بهم بزاف، اللي هما سويتش والراوتر. ولكن لازم تكون عندك سوم نوليدج على هذوما لي زيكيبمون اللي راك تشوفهم قدامك. جينيرالمون هذو هما كامل الديفايسز اللي راح تلقاهم وين في الدومين ريزو عندك. بار اكزومبل عندك سويتش اللي حكينا عليها وقلنا رمزوا ليها هكذا، حكينا عليها السيمبول تاعها، سهم رايح هكذا واحد جاي هكذا. هذا بالنسبة للسويتش، وقلنا وين نخدموا بها، نخدموا بها وين في اللان. وحكينا وعدنا سكند وان، عدنا الهاب. والهاب اللي حكينا عليه اللي قلنا هو اول ديفايس اللي خرج قبل السويتش، اللي هو عنده الرول تاع السويتش، ولكن العيب اللي فيه قلنا انه ميساج كي تبعثوه يروح كامل للناس. عندنا الروتر، والروتر فيه انواع من الروتر. كاينين روتر صغار، كاينين دي روتر اللي تخدم فيهم في الاس بي. اش معناتها اس بي؟ سيرفيس بروفايدر، كيما واش، كيما موبيليز، كيما جي زي، كيما الجيري تيليكوم، كيما راه اللي عندنا. وعندنا دي روتر صغار اللي وين يخدموا في في شركات صغار. كاين انواع كيما قلنا في الدي روتر. عندنا البارفو ولا الفاير وول. فاير وول هذا يديروه لحاجه اسمها السيكوريتي، حاجه اسمها السيكوريتي راح نحكو عليها، انه يدير بزاف لي رول. من لي رول تاوعو كيما حاجه اسمها النات، حاجه اسمها اكسس ليست، هذو راح نشوفوهم كامل ان شاء الله في الفورماسيو تاعنا. المودام كامل تعرفوه، المودام اللي في الدار. كاينين نوع ثاني واخد اخر اللي هو من نوع السويتش، اللي هو سويتش ولكن يخدم عنده some function والله بعض المميزات تاع واش، تاع الروتر. شغل سويتش فيها روتر لداخل. اوكي دونك هذه نعيطوا لها سويتش لاير 3. عندنا تليفون اي بي ثاني اللي هو الاي بي فون، هذا راهي سبيسياليتي وحدها. كيما واش، واحد يقول لي كيما واش هذا تليفون اي بي؟ راكم قاع شايفينها كي تدخل شركه، شركه تلقى عندهم، تلقى كل عامل عنده واش، عنده تليفون قدامه. بار اكزومبل اللي يعيط الرقم 15 ولا 16 يعيط لصاحبه اللي راه في ليطاج، ليطاج الخامس ولا الرابع. هذه هي واش معناتها التليفون اي بي. البوان داكسي، الاكسس بوينت، بوان داكسي ولا الاكسس بوينت، هذا الاكسس بوينت ثاني تعرفوه نورمالمون راكم تشوفوا فيه فلوتيل بزاف. فلوتيل كيما الناس اللي جربت لوتيل من قبل، كي تروح للوتيل تلقى فيه دي زيطاج هكذا وفيه الشنابر. دونك هنا تلقاه داير هنا المودام في الريسبشن لتحت، وفي لي زيطاج الفوق. واش يدير؟ يدير واحد الديفايس، واحد الديفايس يديرهم في كل ايطاج هنايا. واش يدير هذا ليطاج؟ باش يامبلي في سينيال، شغل اللي يشبه شويه الريبيتر اللي حكينا عليه، يخدم نفس البرينسيب تاعو. انه واش يدير؟ كي سينيال يكون راح يموت بار اكزومبل، ولا كي تكون في داركم وما عندكش كونيكسيون في الشومبرا تاعك، يقول لك، ينصحك يقول لك دير اكسس بوينت. اكسس بوينت يعاود يامبلي في السينيال باش تكونيكتي، حتى وما يكونش المودام قريب ليك بزاف. دونك هذا نفس البرينسيب في لي زوتيل يمشي وكلش. هذا بالنسبة للأكسس بوينت. الريبيتر كيما حكينا عليه، الريبيتر حكينا عليه في الحصة اللي فاتت. البريدج هذا ما كان لها نشوفه لأنه راح لا تكنولوجي نتاعو. الكنترولر وان هذا يا خاص بالوايرلس، أنه يكونترولي واش أو اسمه كنترول وايرلس لان، هو يكونترولي للأكسس بوينت هادو ما شغل يكونتروليهم. بار اكزومبل تايا حاب ما على باليش، حاب دير طلع على فيتاس، حاب تنقص الكوفريج وش يغطي اتسيترا. هذون مش راح نحكو عليهم بزاف، وإنما برك فكرة عامة ولا ثقافة عامة في نتورك ديفايس نشوفوهم رابيد. سيرفر كما حكيت لكم، قلت لكم سيرفر هو عبارة عن بي سي عادي، بي سي ولا هوست، ولكن يكون بمميزات أكثر من بي سي ولا هوست. يكون سي بي يو تاعو طالع، يكون الرام تاعو طالع، عنده خصائص على بها نعيطو له سيرفر. هذا بالنسبة لواش، بالنسبة للحصة رقم 7 اللي هي حكات على نتورك ديفايس. نشوفكم في الحلقة اللي بعدها. شكرا، السلام عليكم.